ونقلب السميتر. حد يقول لنا العجميه بتتعمل ازاي؟ ما تزعلوش منكم عشان ما بخلش عليكم بمعلومه غير معلومه. انا عارف والله العظيم، انتوا تعرفوا ان الشيف بغاز بيعرف كل حاجه، بس انا عايز اسمع من حضراتكم العجميه بتتعمل ازاي. اهو البعض بيعملها بسميت، والبعض بيعملها بدقيق، بعض بيعملها بسمنه بلدي، والبعض يعملها بسمنه نباتي، بعض يعملها بشربات، والبعض يعملها بعسل نحل، بعض يعملها بعسل غالي السعر، والبعض يعملها بعسل زهره البرسيم، البعض يعملها باللوز، والبعض يعملها بعين الجمل، وهكذا. محمر السميت ده كده اهو، شايف السميت خد لونه اهو، التفاصيل كلها هنا كده يا فاروق الله يرضى عليك. جيب لي تفاصيل السميت لما اتحمر خد لون ازاي. اهو اهو ده التفاصيل بتاع السميت بتاع البسبوسه، البسبوسه استوت قبل ما ندخلها الفرن. اهو اهو التحميره دي مهمه جدا. اهو اهو كاني بعمل عصيده من السميت. اهو اهو السمنه البلدي مع السميت. اهو اهو ننزل بالشربات، يجعل ايامنا كلها شربات. شويه ونقلب، ده شربات ونقلب. اهو يا ويلي يا ويلي، ايه الحلاوه دي يا شيخ؟ ايه الجمال ده؟ ايه الجمال ده؟ اه شايفه السميته؟ الله الله، لسه ننزل عليها بالزبادي. هو ده. حد بقى يقول لي للامانه ليه يا مغازي ما نزلتش بالزبادي قبل الشربات؟ عشان لما اقول لكم انا بحط ايه على ايه عشان في الاخر يديني ايه؟ دي مش فزوره، دي خبره طهويه. اه طبخه السميته اهي، واخده الشربات، لسه عايزه شربات، عطشانه شربات. حلو الكلام، شيل كل ده من هنا، اللهم صل على النبي. تمام، ونروق الدنيا مع بعضينا ونقلب واحده واحده. اهو اهو وقلب. اهو اهو شوف هعمل ايه دلوقتي، هعمل ايه؟ يلا التفاصيل التفاصيل التفاصيل. اهو التفاصيل اهي، التفاصيل اهي، صينيه البسبوسه اهو 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 اهو، لسه هنسويها دلوقتي بايديا، حياه عينيا. اهو ناخد دو كده زي الفل. ونعمل ايه يا عم الشيف عشان دي تتساوى؟ نجيب بوله ونحط في البوله دي شويه ميه، واحطها جنب ايديا كده واشتغل. اسويها لسه تاخد مكسرات وتخش الفرن دي. اه شفت؟ لازم المهلبيه تحطها جوه الفرن. اه شفت انا بعمل ايه؟ هسويها لك دلوقتي. بايديا كده. اه بحط ايديا في الميه ليه؟ عشان تتسلك، تمسكش العجينه في ايدي. اه اه اسويها بالتساوي، تكون كلها ايه؟ ارتفاع واحد كده زي ما انا شغال كده. اهو اخد هنا واحط. تمام. اه الله، اسوي كده. دي هتشرب شربات تاني لما تطلع من الفرن، شربات مخلوط بسمنه، خلي بالك. اهو اه شفت المسويه ديت؟ اه حلو اهو. نيجي هنا كده كمان. اهو شفت الشكل ده كده، لسه رصها مكسرات دلوقتي. ممكن احط عين جمل، احط فستق حلبي، احط لوز، احط مكسرات كتيره قوي زي ما انت عايزه. اه اه شفت الشكل ده كده. اه 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 خدت الشكل الحلو ده كده. اه تحتها ايه؟ مهلبيه. اقول لك على فكره حلوه، تعالي انت بقى خليك احسن من الشيف المغازي وجودي واعمليها بالقرع العسلي. يا ويلي، حطي بدل المهلبيه دي قرع عسلي، جودي وخليك احسن من الشيف المغازي واعمليها بقمر الدين، مهلبيه قمر الدين، وهكذا. اه انا عارف كله من حسابي. اه نمسح دي كده. اه المسحه دي مهمه جدا، ما تدخلهاش الفرن بالحاجات ديت، خلي بالك هتتعبي في انك تنضفيها. الحاجات الصغيره دي والتفاصيل ديت مهمه جدا. الترويقه على الصينيه بالشكل ده كده بيريحك ان هي تطلع نضيفه، تقدمها على السفره على طول، لانك لو تمسحيها وهي سخنه هتعور ايدك بالتاكيد، وممكن الازاز يتجرح ايدك، خلي بالك. اهو بالشكل ده كده. اهو معانا مكسرات. الله، لوز ده يا مزاجك اللوز يا شيف. فستق حلبي، نحط فستق حلبي. اهو لسه ما خلصتش. اهو 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 شويه لوز حلوين كده على الوش، ممكن يكون فستق حلبي، وندخلها الفرن دلوقتي تتحمر. نكون جهزنا الشربات عشان اللوز ده يثبت، تعملي ايه التركايه دي، وعشان اللوز ده ما يتحمرش بسرعه زي ما انا شغال كده. بله اللوز بالميه دي كده بتخليه يطول شويه، يبقى عمره طويل شويه في الفرن، ما يحمرش معاك بسرعه. اهو الحاجات اللي بعملها دي صدقوني والله العظيم من قلبي بقولها لكم علشان تستفيدي وتبقي في المطبخ كده ايه، ست الكل. شفت ايديا مبلوله ميه اهي، ببللها ميه وبحسس كده على اللوز. يوم اللوز يبقى عمره طويل في الفرن،
ما ياخدش لون بسرعه. اهو هفتح الفرن بتاعي ودرجه حرارته 180، نصلي على الحبيب قلبك يطيب. نحطها في الفرن. صينيه بسبوسه بالقشطه، ويجعل ايامكم قشطه باللوز، ويجعل مزاجكم لوز ان شاء الله، وندخلها في قلب الفرن. ننظر نظره الوداع ليها لمده 30 دقيقه، بتطلع معانا بتشرب شربات معانا اللي احنا نعمله مع حضراتكم دلوقتي. ابص على البسبوسه، حاضر. انا عارف التراسم على القشطه. لا ما اقولكش، ما اقولكش انت ابن حلال، انا هطلعها واسقيها شربات اهو. فتحت عليها الفرن. لف كده زي الفل. طلع البسبوسه عشان انزل عليها بالشربات. ايه الحلاوه دي يا عم الشيخ؟ ايه الحلاوه دي؟ واخده لوز، يا مزاجك اللوز. نحطها كده زي الفل، نعمه صينيه البسبوسه. لما نيجي نشربها بقى ما اقولكش، لما تيجي تشربها بقى الشربات تشرب بنفس الطريقه دي كده. كده وانا بشربها. الشربات اهوت، حلو. وناخد الشربات ده كده ينزل كده، شفت الجو ده كده. ليه الحركه دي يا شيف؟ عشان الشربات ما ينزلش في مكان يحرك لي المكسرات من مكانها، لان دي لازم تبرد، الصينيه دي لازم تبرد. انا هنا ضربت عصفورين بحجر. ايه هو بقى؟ السميته عندي مستويه، المهلبيه مستويه، الشربات حطيته بالشكل ده كده، بسيبها خلص الكلام.